نعم صح. بعد إذن حضرتك كشفنا، بس احنا تأكدنا من حضرتك في حتة البيع بالقسط، إن هو لو قال مثلا السلعة دي ثمنها 1500 مقدم، وال 500 الباقيين على عدد شهور معينة وفيها زيادة، فده ريبة. تمام؟ طب طيب، هو دلوقتي بيتحايل على الموضوع ده، إن هو يقول لك لا أنا ما فيش ريبة، ده في خيارات. يعني إيه؟ يعني 2000 جنيه، ال 1000 دي السلعة ثمنها ب 2000 على 12 شهر بدون مقدم، وثمنها 1500 على 12 شهر برضه، بس هندفع 500 مقدم، وتمنها مش عارف ايه على 12 شهر برضه، بس هندفع كذا مقدم. يعني بيديك خيارات، وكل خيار عنده خطه معينه، ما بيجيبش سيره ان البيع هتتقسم جزئين، ده في الاول خالص. تيجي تتكلم معايا يقول لك لا دي خيارات، انا ما قلتلكش يعني عفوا، انا قلت لك السلعه هذه ب 1000 نقدا ب 1500 الى اجل، هذه خيارات لا باس بذلك. نعم، ولكن هو بيقول لك الخيار الاول ده ان احنا لاجل هتديني 1500 لاجل دي، هحتاج منهم 9500 مقدم الاول مثلا. طب لو انا مش هدفع مقدم، يقول لك في خيار اخر مثلا، ان السلعه هيبقى ثمنها 2000 على 12 شهر مثلا. والله انا بقول لك اذا كان في اول الامر وصور من صور التخيير لا باس بها. بارك الله فيكم.